السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. أهلا بكم. موضوع النهاردة هنسميه حصاد الأسبوع. حصاد الأسبوع بمعنى إيه؟ إن إحنا هنقطف الزغاليل أو نجمع الزغاليل للبيع أو للذبح، أيا كان زي ما تحب حضرتك، لكن هو ده اللي إحنا هنعمله. ونقول ونتابع برضه مع بعض إيه الزغاليل الباقية الصغيرة، إيه اللي كبرت اللي تنفع تتذبح اللي تنفع تتباع. برضه هنشوف إيه اللي محتاج نعطيه كلسم، اللي فيه نقص ريش هنعطيه حاجة تقوي الريش، اللي فيه رجليه تعبانة نديله كلسم يقوي رجليه، اللي بنديه في عمر فلاجيل اللي بنديله فلاجيل. دايما انتوا عارفين بدي 3 ايام فلاجيل في عمر مبكر، اسبوع او 10 ايام، عشان وقاية من الكنكر ومن امراض كتير. هنعمل كل ده مع بعض، وبرضه هنقول لحضرتكم ايه اللي عملناه بعد النوى. طيب هو اللي عملناه بعد النوى، احنا النهاردة الاثنين بعد النوى اللي جت خميس وجمعة وسبت، النوى طبعا بهدلت ناس كتير، الحمام بتاعهم اللي فيه حمام عنده حمام مات في المكان اللي بيربي فيه، اتبل غرق مية. هنشوف الشمس طلع النهاردة اهو، الحمد لله الشمس طلع، غير ما صورت لكم فيديو يوم الجمعة الشمس طلعت، فاحنا بدأنا نهوي المكان، فتحنا تاني الشباك السلك اللي كنا قفلناه لان المكان السقف لما كان معرق. انا دخلت المكان لقيت في ريحة امونيا، ريحة امونيا يعني في رطوبة عالية اللي بتسبب الامونيا. فتحت هويت، رشيت في الارض جير زي ما قلنا، فتحت السلك رشيت على الاماكن الرطبة جير وقاية من امراض الاسهال زي الكوكسيديا اللي الطفيل بتاعها بيعيش في الرطوبة. تمام، يبقى ناخد بالنا كويس قوي من موضوع الرطوبة العالية اللي بيسببها كتمة المكان. لو انت حضرتك مقفل تماما، الجو حرر، يعني هو مش حرر، هو دف بزيادة عن اللازم قبل الاوان، خد بالك هوي. ولو الجو برة التاني بقفل تاني، اليومين دول تقلبات الجو. طيب هو موضوعنا الاساسي اللي هو حصاد الاسبوع، الاساسي ان احنا نجمع الزغاليل ونتابع باقي الحمام. طيب هو انا جهزت الكراتين اهو، معانا الكرتونتين دول طبعا مخرمين في الكرتونة كده زي ما حضرتك شايف، علشان منحط فيها الزغاليل من كل الجوانب، من ال4 جنب بتوع الكرتونة بنفس الطريقة، علشان الزغاليل اللي فيها ما تتخنقش، ونقفل عليهم اما نقفل عليهم جيدا يكون في تهوية. طيب هنبدأ في جمع الزغاليل. طبعا انا بحط لهم شوية اكل علشان ينزلهم ياكلهم، وانا امسكهم لان هم زغاليل كبيره شويه بتطير يعني. طيب هنحط لهم شويه اكل عشان اعرف امسك اللي ينفع يتمسك. مسكنا اهو اول زغلول. طيب انا هجمع باقي الزغاليل وبعد كده اوريكم الحصاد بتاع الاسبوع. هنشوف قطفنا الكرتونة الاولى، بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ونشوف بقى الكرتونة التانية لسه ما قطفناش فيها حاجة، نشوف هنجيب فيها ايه ونرجع لكم. طب هو انا جمعت الكرتونتين اللي هناك دول الكبار دول الصفر دول، وجبت كمان الكرتونة التالتة علشان ما يكونش المكان زحمة عليهم. نشوف اللي جمعناه.
زي ما حضراتكم شايفين دي كرتونة غايل بتطير. طيب هنبقى نجيبها تاني، الزغلولة طارت. اوريكم الكرتونة التانية، ادي الكرتونة التانية، عايزين يطيروا من هم عمرهم كبير، لكن هي زغاليل حضراتكم سامعين اصواتهم اهو. طيب نقفل عليهم ونكمل الكرتونة التالتة ونشوف اللي طار مننا نجيبه. هنفتح الكرتونة دي بنفس الطريقة ونكمل الكرتونة التالتة. طيب حطينا بعد بعض الزغاليل في الكرتونة التالتة الجديدة دي، نشوف ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، زي ما قلنا ان هم ممكن يطيروا. نقفل عليهم، وادي الكرتونتين التانيين، هنشوف بقى هنعمل ايه في الزغاليل اللي لسه المتبقية. طبعا هو مش كل الزغاليل في الاحجام الكبيرة دي، في زغاليل اقل، في اصغر، في كده، دايما يكون في زغاليل عشان نطلع انتاج كل اسبوع ان شاء الله. وادي الكرتونة التالتة، بسم الله ما شاء الله، الكرتونة دي اوسع شوية. هنقفل عليها ونبدأ نشوف الزغاليل اللي هنديها فلاجيل والزغاليل اللي هنديها ديكال بيت ناشر، او هنديها اي حاجة فيها في كالسيوم او فيتامين بيت ناشر. طيب طيب هو احنا عندنا عينة كده من الزغاليل، هنشوف في احجام مختلفة، في ده عمر حوالي اسبوع، اخوه زي ما حضراتكم شايفين، ده اخوه الصغير، واحد كبير واحد صغير. المشكلة دي دايما بتحصل عند معظم المربين، وده زغلول فرداني. هنعمل ايه؟ المفروض ندي اللي هو من عمر اسبوع ده نديله فلاجيل او امريزول. انا معايا هو الامريزول دلوقتي، لكن مفيش الفلاجيل، هنفتح الامريزول ونرد الازازة جيدا اول. نرد الازازة وبعدين نفتح وناتي الصغير نص سنتي، صغير نص سنتي، واللي هو في الحجم ده. انا ما اعطيتهمش في الاجل خالص، لكن انا بقول دايما هتأتي في الاجل وقاية من القنكر، وايضا يساعد على هضم، يخلي الاكل بتاع الزغاليل. شوف ده صغير لان او فيه كم فولة مش مهضومة، انا فيه في الاجل برضو نص سنتي، ونحاول نبدل الزغلول الصغير ده مع زغلول تاني تحت حمام تاني يكون في نفس الحجم، علشان هي دي الرعاية اللي تطلع لك انتاج. اللي زي ده يا جماعة هنديله سنتي، اللي زي ده هنعطيه سنتي مش نص سنتي، تمام؟ يبقى كده دول الاعمار دي بنعطيها في الاجل 3 ايام، زي ما قلنا كده لازم تعطي فلاجيل في الثلاث ايام، ما تكترش لان كتر الفلاجيل بيضر. طيب عندنا زغلول تاني اتكلمنا في الحالة دي قبل كده، نبعد الفلاجيل او الامريزول خلاص. ده عينة بس عشان اوري لحضرتك الرعاية اللي بنعملها ايه وبنعمل ازاي. زي ما قلنا حصاد الاسبوع، انت بتتابع الحاجات اللي زي كده. طيب هنأتي ده ايه، عندنا ديكال بيت ناشر، وعندنا جروفيت بلس، وعندنا ديكال بيت ناشر المتاح عند حضرتك. جروفيت بلس في ناس كتير بتقول ان ما بتلاقيهوش، وعندنا ايضا انواع تانية من فيتامين ب نبقى نعملها لكم فيديوهات تانية، وعندنا برضو قراص خميرة
راس خميرة ما عملناهاش لسه، ما قلناش لحضرتك عليها، لكن ده احنا دلوقتي هندي اقرب حاجة وارخص حاجة المتاح اللي هو ديكال ب 12. ده علشان الزغلول اللي الريش بتاعه لم يكتمل، يعني هتشوف ريشه مش كويس، او لو حسيت ان رجلين مش كويسة هنعطيه اهو نسحب سنتي من الازازة. ديكال ب 12، اسحب سنتي وهوري لحضرتك الزغلول اللي هو ريشه مش عاجبني. فدايما تخلي بالك المتابعة الجيدة، ربنا هيكرمك ان شاء الله. اهو شوف حضرتك، هو ريشه مش عاجبني رغم ان هو سنه كبير، يعني نادرا تطلع حاجات زي كده قرعة، فانا يعني مفيش فريش، فانا دايما بعمل العملة دي وانا بديته قبل كده، لكن هنعطيه كمان اهو النهارده واوري لحضرتك ازاي بنعمل علشان نوصل للانتاج اللي حضرتك شفته في الكراتين ده. طيب هنسيبه ده، هنقول برضو ايه اللي ممكن تأتيه مكان الديكال. بناتي برضو ممكن في دروب، في دروب عملنا قبل كده، في دروب بتاع اطفال اصلا بشري، وده بيبي فيت ايضا بتاع اطفال برضو بشري. فاحنا يعني الادوية دي والمتابعة كلها ادوية رخيصة يا جماعة، الادوية البشري ارخص من الادوية البيطري، فده اللي احنا بنقوله. طيب احنا قلنا الزغلول الصغير ده هنحاول نشوف له زغاليل في نفس الحجم نحطه معاهم، هنضع الزغلول الصغير ده لان اخوه اكبر منه فده مش هيكبر مع اخوه، فاحنا هنحاول نشوف حاجة في نفس الحجم او قريبة منه نحط الزغلول ده معاهم. انا لقيت اللي هو الزغاليل دي حجمها، هنوري لحضرتك، نجيب الطاجن بره هنا ونشوف. دول تقريبا في اليوم الرابع، بسم الله ما شاء الله. انا هحط الزغلول يبقى تالت معاهم، هما يعتبروا لسه بياخدوا الاكل الناعم اللي هو اللبة، فانا احط ده معاهم يستفاد ايضا من ايه، من اللبة، هو اكبر منهم لكن ان شاء الله يزغطوه يوم ولا حاجة، او ممكن تزغطوا يدوي زي ما عملنا قبل كده. حضرتكم كلكم شفتم تزغيط اليدوي اللي عملناه، يبقى كده دول الثلاث زغلول نحطهم بالطريقه دي زي ما قلنا ان شاء الله، ونتابع الزغلول ان ما كلش يبقى نزغطه يدوي. طيب يبقى دايما ان شاء الله نقول لحضراتكم طرق العلاج والوقايه وازاي ان انت تزود انتاجك، ونقدم لكم دايما الحصاد يا رب ان شاء الله، وربنا يبارك ان شاء الله. ارجو لو عجبك الفيديو تعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.